السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح سعيد ويوم مبارك لكم مشاهدينا وللأمة كلها، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من أيام الله والذي نخصصه للحديث حول خطبة الوداع باعتبارها أقدم وأفضل وثيقة حقوقية إنسانية عبر التاريخ، كما نطرح ونناقش أهم ما ورد فيها من دروس وعظات إيمانية وتربوية. ما أهم رسالة تربوية إنسانية طرحتها خطبة الوداع؟ كان هذا هو سؤالنا المطروح عليكم متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم حول موضوعنا اليوم من خلال التعليق عبر صفحتينا على فيسبوك وعلى تويتر، فضلا عن الرسائل المصورة عبر يوتيوب وإنستغرام. شاركونا. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لم تكن كسابقتها من مواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم وخطبه، ليس فقط لاعتبار المكان في البلد الحرام ولا اعتبار الزمان بتخللها شعائر حجة الوداع، ولا لأن عدد المسلمين ممن شهدوها جاوز 100,000، ولكن لأنها كانت خطبة للأمة الإسلامية بعد تمكينها في الأرض، تعلمهم وتعلم البشرية كلها كيفية استخدام القوة في حفظ حقوق الإنسان وترسيخ العدل وتعزيز المبادئ الأخلاقية والحضرية، فضلا عن بناء العلاقات الإنسانية على مبادئ الرحمة والتعاون ودعائم السلم والسلام. للحديث عن أهم الوصايا والدروس في خطبة الوداع نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور عبد السلام البسيوني، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فمرحبا بك فضيلة الدكتور معنا اليوم، وكل عام وأنت بخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حضرتك بألف خير، والأمة محمد صلى الله عليه وسلم والبشرية كلها بألف خير وعافية، يعمها السلام والأمان والرحمة والتآخي، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. فضيلة الدكتور، نرجع بفضيلتكم ومعكم إلى السنة العاشرة الهجرية لتحكي لنا الأجواء التي تمت فيها خطبة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أداها الرسول صلى الله عليه وسلم. بالتاريخ الذي يعرفه الناس في هذه الأيام 632 هجرية، نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هجرية يحج ميلادية نعم. عفوا نعم. 632 في هذا العام أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يحج، وكانت هي حجته الأخيرة صلى الله عليه وسلم. فلما علم المسلمون بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معه كل قادر، فكان الجمع في هذا الوقت 140,000 إنسان، وهو رقم عظيم جدا لم يحج مثله أحد من قبل. وحضروا جميعا، وتخيلي بركة هذا الوفد من الحجيج الذي يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطوف معه ويسعى معه ويكبر معه ويؤدي المناسك كلها معه وينتقل المشاعر كلها معه صلى الله عليه وسلم. كم البركة وكم المتابعة، هذا هائل جدا. وهذا العدد الكبير هو شاهد يعني غير قابل للتزوير وغير قابل للخطأ وغير قابل للتزييف. مع هذا العدد الكبير لا نستطيع أن نزيف الحقائق في وجود 140,000 إنسان. فكانت أكبر توثيق لأول وثيقة لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية على الإطلاق، وأعظم وثيقة في لحقوق الإنسان. وإن كان الغربيون يحتكرون لأنفسهم حقوق الإنسان والسبق في حقوق الإنسان، ما تكلموا عن حقوق الإنسان بمعنى قريب من حقوق الإنسان إلا سنة 1215 لما صدرت الماجنا كارتا، يعني أو العهد الأكبر كما يسمونه،
كبادرة لإنشاء حقوق الإنسان. ثم غابوا يعني أكثر من 600 سنة أخرى، سنة يعني 1879 ليصدروا The Bill of Rights أو وثيقة الحقوق المدنية في أمريكا، ثم تأخروا بعد ذلك حتى 1948 عشان يطلعوا ميثاق متبلور لإصدار ميثاق متبلور لحقوق الإنسان فيه معالم واضحة. محمد صلى الله عليه وسلم في أول دقيقة من أول دقيقة 632 هجرية في السنة العاشرة من الهجرة صلى الله عليه وسلم يقدم حقوقا واضحة جدا لا غبش فيها. وحين كلم الناس ما قال يا أيها المؤمنون أو يا أيها المسلمون، إنما قال يا أيها الناس لتكون ميثاقا للبشر كلهم، ولتكون دليلا للبشر وليس لتكون دليلا للمسلمين وحدهم. يا أيها الناس اقرأي كل فقرات خطبة حجة الوداع ستجدينها تبدأ بيا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس، كما قال الله تبارك وتعالى في آية في آيات سورة الحجر، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس كما بدأ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم في سورة الحج. الخطاب للبشر كلهم وليس لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون لنا قوانين وللآخرين قوانين، إنما هذا قانون يعم البشرية كلها. ولذلك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتخر بهذا القانون، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتخر بالأولوية والريادة وتقول نحن المؤصلون لحقوق الإنسان لا غيرنا، غيرنا يحتكر لنفسه الحضارة، يحتكر لنفسه القوانين، يحتكر لنفسه. تعالوا ارجعوا 1400 وكذا سنة ثم حدثونا عن حقوقكم أيام كنتم في الظلمات. يعني هذا ما سأسأل عنه فضيلة الدكتور، يعني البعض يعتبر خطبة الوداع كما ذكرت أنت وكما ذكرنا في المقدمة، هي البعض يعتبر ذلك هي أقدم وثيقة حقوقية إنسانية عبر التاريخ، فيما يرى البعض الآخر أنها استكمال للتشريع الرباني، وأن كل الأديان السماوية حوت مثل هذه النصوص ومثل هذه المبادئ والوصايا. فما هذا معنى جميل الذي أضفتيه حضرتك، معنى جميل جدا. لأن القرآن كله، أنا أشرت أن سورة الحجرات قالت يا أيها الناس صحيح. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والقرآن كله نزل بمبادئ، لكن هذه هي البلورة، الكونكلوجن، الخلاصة، النهاية جاءت وبلورت. لكن القرآن الكريم تكلم قبل ذلك بكثير حين تكلم عن العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم مثلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا يعني الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم. هذه حقوق، هذه ماذا نسمي، وهي موجودة قبل خطبة حجة الوداع. القرآن كله، ولأن حضرتك أشرت إشارة مهمة جدا، ولأن الكتب السماوية الصحيحة الدقيقة المنزلة من عند الله جاءت من عند الله، ففيها أيضا حقوق للبشر. هي فيها حقوق للبشر لا شك فيها، لكنها ليست معنا، ليست عندنا، ليست موجودة على الأرض. موجود أناجيل منسوبة لمن وضعوها، ليست منسوبة للمسيح. أين إنجيل المسيح صلى الله عليه وسلم؟ هناك إنجيل لوقا، إنجيل يوحنا، إنجيل، لكن ما في إنجيل المسيح، ما في توراة موسى عليه السلام، ليست موجودة. فأما الكتب السابقة ففيها حقوق، وأما القرآن الكريم فهو الوثيقة الكبرى لحقوق الإنسان، لكنها تبلورت في خطبة حجة الوداع في النهاية، وبدأت بيا أيها الناس لتكون ميثاقا للبشر كلهم وليس لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عليه الصلاة والسلام. على ذكر يعني الدروس المستفادة التي أشرت إليها الآن، ما هي الدروس والمبادئ التي تضمنتها خطبة الوداع، يعني بشكل نستطيع من بعده أن نسرد كل واحدة على حدة؟ حضرتك عايزة تقعديني 3 ساعات؟ لا يعني إذا أمكن إجمالا في دقيقة. عايزة تقعديني لأن يعني هذا يشرفنا لو أتيح لنا ذلك. الله يسعدكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. هو أول شيء الكلام عن الناس، وأن الناس جميعا واحد، وأن الناس بغض النظر عن ألوانهم
وبلادهم ومستوياتهم الاجتماعية واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، وهذا مهم جدا. لاحظي أيضا الكلام عن النساء، وهذا لو وضعتيه في سياقه التاريخي ستجدينه ثورة كبيرة جدا للنساء. المرأة كانت تباع وتشترى، المرأة كانت في بعض الأديان يشككون هل هي إنسان أو ليست إنسانا، هل لها روح بشرية مثل الرجل ولا ما لهاش روح. ثم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويأمر النساء شقائق الرجال، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وينقلها نقلة مختلفة جدا يجعلها على قدم المساواة مع الرجل سواء بسواء. الجنة التي يدخلها الرجل هي الجنة التي تدخلها المرأة، العبادة المفروضة على الرجل هي العبادة المفروضة على المرأة، التكاليف المفروضة هي التكاليف، الواجبات الحقوق هي الحقوق بدون أي فروق. ولذلك كان هذه نقلة ثورية في دنيا الفكر ودنيا الاجتماع جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وبلورتها خطبة حجة الوداع، استوصوا بالنساء خيرا. فكرة مواريث الجاهلية وأخلاق الجاهلية وعادات الجاهلية من الإغارة والقتل والسبي والربا والزنا والهذه، هذا كله يداس، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بلهجة أستاذة لو ترجمتها لغتنا العامية ستندهشين، يعني ألا وإن ميراث الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، بلغتنا المعاصرة تحت جزمتي تحت حذائي. تخيلي لما يقف محمد صلى الله عليه وسلم أمام هذا الجمع الهائل، ألا وإن ميراث الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، هذا تعبير شديد القوة لإهانة مواريث الجاهلية ولرفضها وللإجهاز عليها، القضاء عليها، هذا مهم جدا. حتى كان عندهم القتل، يعني الدماء، أول دماء أضعها وأهدرها وألغيها دماءنا نحن بني عبد المطلب، أهله هو، ألا وإن أول دم أضعه دم عامر بن الحارث بن ربيعة، كان قتل في الجاهلية، أنا أهدر دمه، لا أريد له دية ولا أريد له أي شيء يهدر حتى لا نفتتح حروبا أو نستمر في حروب وثارات يعني لا تنتهي. نبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الربا أو عن الحقوق في الأموال، الحقوق في الأموال وهي يعني حقوق مهمة بالنسبة للبشر، أهدرها صلى الله عليه وسلم. لكن من الأشياء التي لا يلتفت لها الناس شيئين أو ثلاثة، منها حرمة الكلمة أو احترام الكلمة. الكلمة التي أقولها لحضرتك هي عقد في الواقع، هي عهد، إذا قلت لك كلمة لزمني يعني لزمتني تبعاتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن كنا أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. احترام الكلمة يا أستاذة، فضلا الكلمة مكتوبة أو الكلمة منطوقة، يعني أنا وعدت حضرتك وعدا أو اتفقنا اتفاقا شفويا لازمني أمام الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. إحنا الكلمات عندنا بيقول الحاكم على وجه جمرك كلام ببلاش، ما نقول اللي نقوله، حتى الكلام المكتوب حتى المواثيق الدولية المكتوبة لا تحترم، لا تحترم بالحذاء ولا محمد صلى الله عليه وسلم جاء باحترام الكلمة من أول دقيقة. وهذه نقطة قد لا يلتفت لها كثيرون، اعتبار الكلمة ميثاقا وقيمة لابد أن، ولذلك الناس اللي بتحكي وبتبعبع وبتقول وتكذب وتفتري وبتلفق، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فن التلفيق، فن التزوير، فن الكذب على الناس، قلت ولم تقل، أو تقولني تعصر من كلامي ما لا أريد، تستخرج منهم ما لا أريد، هذا من أكبر. محمد صلى الله عليه وسلم جاء باحترام الكلمة وجاء باحترام الزمان. الزمان حين بدأ الخطبة، أي يوم من هذا، أي بلد هذا، أي شهر هذا، اليوم احترام الزمان
لم تكن حاجة يعني شيئا معروفا عند العرب ولا عند البشر. جاء محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار الزمان، والآية في القرآن أكدت وقال ألا إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. وزي ما بقول دائما وأكرر، لا يوجد زمان موجود مكان محمي زي سويسرا عشان تتنقل لها الأموال المسروقة وأموال العالم الثالث والدنيا تروح لها كلها، لكن زمان محرم هذا موجود في الإسلام وحده، وربع يعني ربع السنة أو تلت السنة أربعة تلت السنة معايا حضرتك، هذه شهور حرم لا يجوز القتال فيها ولا العدوان ولا الحرب ولا أي شيء على الإطلاق. الناس يأمنون، هذا لا يوجد في أي ميثاق دولي. ده الناس كانوا يعني يتحرون قتل المسلمين في رمضان وفي الأشهر الحرم. طيب على ذكر حرمة الدماء التي تفضلت بذكرها ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما الواقع الحالي عالميا وإسلاميا تجاه هذه الوصية وحرمة سفك الدماء بغير حق؟ نحن نعيش في حضارة قاتلة، حضارة تتخذ القتل سبيلا لتحيا. دائما أقول أستاذتي إن القرن الماضي القرن العشرين قتل فيه ما يساوي حجم الولايات المتحدة الأمريكية كلها، 300 مليون إنسان في 100 عام، في 100 عام 300 مليون. محمد صلى الله عليه وسلم في حروبه كلها، في 63 غزوة وسرية، الذين يقولون إنه نشر دينه بالسيف، قتل من المسلمين ومن غير المسلمين 1282 إنسان في 10 سنين في حروب من المسلمين ومن غير المسلمين في حروبه كلها في 63 غزوة سرية. الآن قنبلة واحدة بتنزل تاخد في مئات الألوف، تاخد مئات الألوف كما حصل في ناجازاكي وفي هيروشيما. والقتل اللي هو الجماعي صار فن وصار احتراف وصار جيوش تتقن هذا الفن الآن، يقتلون في كل مكان. كانوا في وقت من الأوقات يقتلون في نص القرن العشرين، كانوا يقتلون بعيدا عن العالم الإسلامي في أمريكا اللاتينية، في شرق آسيا، في الاتحاد السوفيتي في آسيا، ثم انقلبوا في النصف في هذه الأيام إلى العالم الإسلامي الضعيف المستقل الذي لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. أقول دائما إن أرخص دم على ظهر الأرض في هذا الزمان دم المسلم، ما يسويش إزازة بيبسي، ما يسويش رصاصة، دم المسلم أرخص الدماء الآن. الحضارة المعاصرة سيدتي تعيش على القتل وعلى النهب وعلى أكل، يعني هي في داخلها في مناطقها ممتازة عظيمة آمنة، القطة هناك آمنة، الكلب هناك آمن، الإنسان أيا كان هناك آمن، بس براهم قوانينهم لا تطبق. قوانين العدالة والحرية والأمان والمساواة لا تطبق خارجهم، إنما تطبق في داخل بلادهم مصلي بشكل غالب. بشكل غالب، وهذا لا نشك فيه لحظة واحدة، لكن كل قوانين حقوق الإنسان والحريات والعدالة لا تنطبق على خارج بلادي. طيب نسألك فضيلة الدكتور على العلاج لهذا الوضع الذي صرنا فيه، ولكن فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود لاستكمال الحديث حول خطبة حجة الوداع، ابقوا معنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. مشاركتنا الغير لما نملك تنير دروبا كانت مستحيلة، نجوب القارات بنورنا ونرسم بالعلم لوحات جميلة، نسعى إلى تفعيل المواطنة الصالحة للمسلمين في مجتمعاتهم الغربية، فالإسلام رسالة سلام وتعايش وعطاء. ساهم في إنشاء مركز النور، أكبر مركز إسلامي في أوروبا، من خلال تبرعك على أرقامنا أو على موقعنا الإلكتروني.
من جديد في أيام الله نستكمل الحديث حول مبادئ ووصايا خطبة الوداع باعتبارها أقدم وأفضل وثيقة إنسانية عبر التاريخ، ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور عبد السلام البسيوني عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. فمرحبا بك مجددا فضيلة الدكتور. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن الواقع الحالي عالميا وإسلاميا وتجاه وصية حرمة الدماء، وسألنا قبل الفاصل على ما العلاج لذلك. قبل بضعة أشهر كنت في ساراكوستا في إسبانيا وقابلت أستاذا جامعيا فقال لي كل مشكلات إسبانيا، كل مشكلات أوروبا، كل مشكلات البشرية في لا إله إلا الله محمد رسول الله، والرجل غير مسلم، والله الذي لا إله غيره، قال ما في حل إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحل سيدتي أن يعود الإنسان إنسانا، أن يعود المسؤولون عن الحضارة المعاصرة آدميين لا يستبيحون دماء الناس خارج عالمهم، أن تعود الحقوق أن ألا تكون مجرد إطار نظري خارجي مثالي، وإنما أن تنزل على ظهر. لو طبقوا حقوق مواثيق الأمم المتحدة بالفعل، أنا أنادي بمواثيق الأمم، أنا راضي بها تماما، أنا راضي بالدساتير في كل دولة في كل دولة. لو طبق الدستور أمننا من الحروب ومن الإشكاليات. مشكلتنا سيدتي أن الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية مجرد ورق مكتوب ومجرد استهلاك وليس له تطبيق على أرض الواقع. طبقي لي ميثاق حقوق الإنسان اللي هو جاي بعد خطبة حجة الوداع بألف سنة، بألف وربعمائة سنة، طبقيه والبشر سيعيشون في طيب سعادة. اسمح لي فضيلة الدكتور يعني، واسمح لي فعلا يعني، وكأن الحديث أن مشكلة المسلمين وما يعانونه من ظلم ومن قهر واضطهاد وقتل تكمن في الطرف الآخر الذي يبعد آلاف الأميال عنا، وكما ذكرت أنت لهم حدودهم خارج نطاق حدودهم لا تطبيق لقوانينهم. هل المشكلة تكمن فيهم أم فينا؟ يعني المشكلة مزدوجة لا شك في هذا. أنا مش عايز أخش في طريق يسجني، معلش سامحيني، لكن أنا أقول لحضرتك ببساطة شديدة، هم ليسوا بعيدين عنا كما قلت، هم موجودون 100% في عظامنا، في ومن سمح لهم في الدي ان ايه. هذا هو، هذه مشكلتنا نحن. هم موجودون وهم الذين يقودون وهم الذين يأمرون وهم الذين ينهون وهم الذين يتحكمون. لو ظننت انهم بعيدون عنا بألوف الاميال كما قلت كنا في خير كثير، لكن هم موجودون وهم الذين يحركون وهم الذين يأمرون وهم نملك قرارنا سيدتي. ده احنا بناكل من عندهم وبنلبس من عندهم وبنشرب من عندهم، الكاميرا دي من عندهم. يعني الفكرة تكمن من سمح بذلك. عموما كيف تكلمت خطبة حضرتك عايزة تورطيني؟ لا توريط إطلاقا، ولكن يعني هناك يعني إشارة نضيء بعض الضوء في هذه النقطة. كيف تكلمت خطبة الوداع عن مسألة الوحدة والمساواة والعدل بين المسلمين؟ ليس بين المسلمين، آسف، بين البشر كلهم. لأن قال يا أيها الناس، معلش سامحيني، يا أيها الناس. نعم. وإن كانت الناس هنا قد يراد بها الموجودون، ولكن هي البشرية كلها كما قال الله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أنا دائما أقول إن مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، المجتمع اللي كان حول محمد، كان مجتمعا مثاليا يا أستاذة. كان تجدين حول محمد صلى الله عليه وسلم بلالا الحبشي، وصهيبا الرومي، وسلمان الفارسي، وعمر العدوي، وأبا بكر التيمي، وعلي الهاشمي. كنت تجدين هؤلاء جميعا ليؤسس لوحدة البشر جميعا. يعني تخيل الحبشي الذي يمثل أفريقيا، سلمان الفارسي الذي يمثل آسيا، صهيب الرومي الذي يمثل أوروبا. تخيلي العرب كلهم ممثلون مع محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يدخل عليه بلال في وقت من الأوقات يقول قوموا لسيدكم. سيدهم بلال الحبشي الأسود اللي كان عبد وأعتق. نعم. لأن الإسلام جعلهم جميعا
أمة واحدة متساوين متكافلين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. طيب نستكمل معك فضيلة الدكتور في هذه النقطة، ولكن معنا اتصال من السيد أبو محمد من الدوحة. أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيكم. ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: من ادعى لمولى غير مواليه فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. فما أثر الكذب على الفرد والمجتمع أو الجماعة؟ وبارك الله فيكم. بارك الله فيك أبو محمد، يجيبك إن شاء الله ويعلق أيضا فضيلة الدكتور. النص: بارك الله فيك من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الذي ادعى يدعي غير أبيه، الذي ينتسب لغير أبيه، أبوه أحمد يقول لا أنا ابن إبراهيم أو ابن علي ويتبرأ من أبيه، هذا ملعون بلعنة الله تبارك وتعالى. لا يستطيع أب أن يبرأ من ابنه ولا ابن أن يبرأ من أبيه. نعم. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير موالي، أيام ما كان هناك موالي. نعم. فهذا كذب في النسب، وهو تعظيم للأبوة، تعظيم للبنوة، تعظيم للعلاقة الإنسانية. حتى وإن كان أبي يعني فيه نقص أو فيه جهل أو فيه فقر وأنا اغتنيت وأنا اعتليت وأنا لا 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 لا، أنا أفخر به، أنا أباهي الدنيا به، وحتى لو كان أفقر الناس وأقل الناس هو أبي، وحسبه أنه أتى بي وجعلني رئيس دولة مثلا، أتبرأ منه لأن هذه مفخرة له. صحيح. يعني هو يرفعني هذه الرفعة ثم أضعه أنا في قصة، في هنا لو كان في مجال لقصة، عفوا، جرير الشاعر يعني كان يناظر الشعراء ويناطحهم وكان يغلبهم. دخل ذات مرة على أبيه، وأبوه كان بخيل جدا، جاهل جدا، فقير جدا، فوجده يرضع من ضرع العنز، فضحك وقال لممعه: تعرف لماذا؟ حتى لا يسمع أحد صوت در اللبن فيأتي فيعطيه من اللبن، بخيل جدا. ثم قال: إن الذي فاخر بهذا 80 شاعرا ففخرهم لشاعر حقا. إن الذي فخر بهذا أو فاخر بهذا 80 شاعرا لشاعر، كان يفخر بأبيه هذا. تخيلي، وهو جرير الخطفي، تخيلي بعظمته يفتخر بأبيه. نعم. وهذا هو الذي لا ندعي لغير آبائنا، بل نباهي بهم ونقبل. نعم. أيديهم ورؤوسهم حتى لو كانوا مجانين. نعم. نستكمل معك فضيلة الدكتور، ولكن ننتقل الآن إلى محطة التواصل الاجتماعي وتعليقات متابعينا حول الموضوع، ينقلها لكم الزميل حسام يحيى. أهلا بك حسام. أهلا بك أسماء. إذن هي الرسائل التربوية والإنسانية التي حملتها وبثتها خطبة الوداع في العالم أجمع. ننتقل إلى التعليقات. جهاد كتب قائلا: خطبة الوداع تضمنت كل مواضيع التربية لمجتمع متكامل، لو جمعتم خطب كل حكماء العالم وكل حكام العالم بدون استثناء ما استوفوا جزءا من 100 من أهمية وقوة هذه الخطبة. حمدي أيضا: التراحم، العدل، المساواة، الحق والصدق والإيمان والصدقة، الإنسانية الحقة، التواضع والمحبة لله وفي الله، دروس من خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جمال يقول: إن المسلمين أصبحوا ناضجين ومسؤولين عن أنفسهم، لأن من كانوا يقتدون به ويصوب أخطائهم قد اقترب ارتقاؤه من خطبة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حاتم عبد الله يقول: الأخلاق الدينية وحب الإنسانية ومساعدة الآخرين. إلى تويتر سريعا، أمين يقول: إن حرمة الدم والنفس والعرض والمال أشد من أي حرمة، فهي مظلمة للعبد وحق له إلى أن يلاقي ربه، وأن المسلم أخو المسلم لا يأخذ منه شيء عنوة. أيضا يماني يقول: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود
على أبيض إلا بشيء واحد، وهي بالتقوى والعمل الصالح. محمد ابن إبراهيم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من أهم الرسائل التربوية التي تحث المجتمع المسلم على نبذ العنصرية والتفاخر بالأنساب، المشهور سابقا عند العرب محمد: المساواة عصمة الدماء والعدالة دروس من خطبة الوداع. نعود إذن من تعليقات فيسبوك وتويتر إليك أسماء وإلى ضيفك من جديد. شكرا حسام، وشكرا لكل من شارك معنا اليوم، شكرا لك فضيلة الدكتور. يعني كنا نتحدث على مسألة العدل والمساواة بين المسلمين، وأن هناك أيضا أمور كثيرة وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتيت على ذكر أن الرسول ذكر في خطبته أن أمر الجاهلية كله موضوع تحت قدمي. يعني ما معنى ذلك، وكيف نقرأ هذه الوصية منه صلى الله عليه وسلم؟ نحن نأخذ من كل شيء أحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، هذه طبيعة الإسلام. فأي جاهلية قديمة أو معاصرة إذا كان فيها محاسن أستطيع أن أستفيد منها وأستطيع أن أفيدها. إذا كانت رديئة كالثارات والزحل والإغارة والزنا والربا والقتل هذا كله يهدر ولا يعتبر. الناس في الحضارات المعاصرة يريدونك أن تقبلي حضارتهم بخيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يصلح منها ما يذم منها وما يعاب، أو ما يمدح منها وما يذم، هذا كله مرفوض. إنما نأخذ الأحسن من كل شيء، كل إنسان، ما في إنسان شر محض وما في إنسان خير محض، وإنما نحن خلطة لطيفة من الخير والشر، من الإيمان والضعف، من الرقي والتسفل، هذه طبيعة الآدمي. لذلك نحن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الجاهليات السابقة المروءة والنجدة الضيف والكرم وأخلاق كثيرة والغيرة على النساء وكذا، طبعا العرب يعني وترك منه، هذه من أخلاق الجاهلية التي أقرها الإسلام. ثم قال عيوب الجاهلية، عورات الجاهلية، مساوئ الجاهلية تحت قدمي هاتين المهدرة. لذلك أنا لما بتعامل مع الحضارة المعاصرة أيضا أستاذة، ولا بد من تنزيل على الواقع المعيش، لما أتعامل مع الحضارة المعاصرة لا أخذها كلها ولا أخذ أسوأ ما فيها كما يفعل الناس، إنما أخذ خير ما فيها: الجدية، التصنيع، الدقة في المواعيد، الإبداع، تشجيع الحريات، أخذ هذا كله. لكن أخذ منها الرأس والهكس والخمرة والاختلاط لا 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 لا، أنا لي شخصيتي ولي تكويني ولي أولوياتي الشرعية ولي ديني الذي يعصمني، فلا أدع كل شيء من الحضارة وأقول إنها حضارة كافرة، هذا غباء، ولا أخذ كل شيء، هذا غباء أسوأ، ولكن أنتقي، أخذ وأدع ما يناسب. حتى سيدنا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مرة من المرات يقول لتلاميذه، كل إنسان، وكان قاعد في المسجد النبوي صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، قال: كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذا القبر. نعم. وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان أيا كان نأخذ منه أحسن ما فيه وندع ما لا يناسبنا، وهذا وضع طبيعي. طيب. في التلاقح الحضاري. طيب، ماذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم من تحذيره الشديد في هذه الخطبة تحديدا من الشيطان؟ يعني ماذا نتعلم من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا مهما جدا، ذكر أن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن لا يعني نجح وأعطي خصيصة التحريش بين المسلمين، التحريش بين المسلمين، ولكن في التحريش بينهم فتلاقينا كلنا بنتخانق، وتلاقينا كلنا أعداء، وتلاقينا كلنا يطعن بعضنا بعضا من الظهر، وتلاقينا كلنا بنعمل معاهدات مع أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء الأمة من وراء بعض، وتلاقينا يعني أمة حلوة أو تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه هي المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولن يعبد في جزيرة العرب، وستبقى نقية إن شاء الله على الدخن الموجود، لكن ستبقى نقية إن شاء الله تعالى، لكن سيبقى الناس متناحرين. ولذلك شوفي ما بدأ يحصل في جزيرة العرب الآن، اليمن
الآن أين هي وما يحصل فيها، وبداية أسأل الله أن يعصم جزيرة العرب على التحديد. أنا أغار عليها جدا وأعتبرها العمق الاستراتيجي لمكة والمدينة. تعرف حضرتك في إسرائيل عمقها الاستراتيجي مفتوح حيث تصل طائراتها. هذا ملهاش حدود مرسومة إلى اليوم تقريبا، إلى اليوم دولة بلا حدود إلى اليوم تقريبا، لأن حدودها عاملة زي الكثيب الرملي بتتغير باستمرار. مكة والمدينة الحرمان لأمة قريبا هتكون 2 مليار، هتكون ربع البشرية. وإذا بقى حضرتك ينبغي أن يبقى هذا المكان جزيرة العرب كله محمية من الفتن ومن القلاقل ومن الانقلابات ومن الأذى ومن الحروب ومن كل شيء مؤذي صيانة للحرمين، لأن لو بدأت القلاقل هنا ما نضمن. لابد أن نحمي هذه المنطقة ونبعد عنها الحروب والأزمات والمشكلات كلها بقدر ما نستطيع، عمقا استراتيجيا للكعبة المشرفة. هذا أنادي به دائما وأقوله دائما وأكتب عنه دائما، لأني هذا مناط شرفي، هذا عزي، هذا رمز الإسلام ورمز وحدة المسلمين، بيت الله الأول، المعبد الأول الذي عبد فيه رب العالمين من أول البشرية من أيام آدم صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. نعم. فلابد أن أحميه ما استطعت. نعم. يعني الشيطان لا ينبغي أن ينتهج نهجة يسعى لتهديد الكعبة أو تهديد المسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة صلى الله على ساكنها ولا أهل جزيرة العرب. جزيرة هي الله رسمها حدودا لتكون للحرمين. نعم. بمساحتها هذه زي ما عاملين الهند قارة، جزيرة العرب قارة أو شبه قارة تحمى. نعم. والله يحميها يا رب العالمين، اللهم احميها، ويعني اللهم هيئ لها من يستطيع ان يحميها باذن الله. شكرا لكم فضيله الدكتور عبد السلام البسيوني عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على هذه الزياره الكريمه، وشكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعه. الان ننتقل بكم ومعكم الى فريق الجزيره مباشر في مكه المكرمه والزميل مصطفى عاشور ولقاء جديد من لقاءات الحج. نترككم في رعايه الله واليك مصطفى. نعم أسماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لك ولضيفك وللمشاهدين. ونحن في أيام الله وفي مكة المكرمة البلد الحرام. ذكرتمونا بخطبة الوداع في حجة الوداع عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. وهذا الأمر وهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا إلى حرمة هذا البلد وحرمة هذا المكان، وكان هذه الحرمة وهذا التعظيم وهذا التقدير لمكة المكرمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوها أو تركوها هلكوا. للحديث حول تعظيم البلد الحرام أرحب بضيفي في هذا الجزء من النافذة من مكة المكرمة السيد فهد الشريف المدير التنفيذي لبرنامج شباب مكة التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام. أرحب بك سيد فهد. ويعني لاحظنا مجموعة من الشباب يتحركون في أنشطة كثيرة جدا في مكة المكرمة، مساعدة الحجيج، التوعية، إرشاد التائهين. من أين جاءت فكرة مشروع تعظيم البلد الحرام؟ طبعا بسم الله الحمد لله، أولا الذي أكرمنا بالسكنة في هذه البلدة التي يجتمع لنا فيها شرف المكان وشرف الزمان وشرف خدمة ضيوف الرحمن. لا شك أن هذه الأنشطة التي ذكرتها هي عبارة عن مبادرات شبابية قام بها مجموعة من شباب مكة التابعين لمشروع تعظيم البلد الحرام. هذا المشروع الذي يتبع إداريا إلى جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة والتي تتبع أيضا إلى إمارة منطقة مكة المكرمة. دعنا نتحدث بداية عن مشروع تعظيم البلد الحرام. هذا المشروع حقيقة الذي تداعى أهل مكة
والعقلاء فيهم إلى إنشاء هذا المشروع انطلاقا من الحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يهتم بتعظيم هذه البلدة، أيضا انطلاقا من يفد إلى هذه البلدة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فكما تعلمون أننا في هذه الأيام المباركة وفي أيضا موسم رمضان وفي أيضا بقية أيام السنة يفد إلى هذه البلدة ضيوف ليسوا يعني مثل الضيوف العاديين، هم ضيوف الرحمن. فينبغي لمن يسكن في هذه البلدة ابتداء أن يتأدب في التعامل مع هذه الفئة الغالية. طبعا من هنا جاءت فكرة تعظيم البلد الحرام، تعظيم البلد الحرام بمعنى الإجلال والتقديس لهذه البلدة. اجتمع العقلاء كما ذكرت وتم إنشاء هذا المشروع، مشروع تنظيم البلد الحرام، اتيحت الفرص أيضا للمجموعات الشبابية لإنشاء المبادرات التطوعية والتي جزء منها الشيء اللي ذكرته. يهدف طبعا المشروع من خلال تعامله مع الشباب في هذه الجزئية إلى نشر ثقافة تعظيم البلد الحرام في هؤلاء الشباب، ويتيح لهم الفرصة ليتبنوا مشاريع تطوعية تسهم في خدمة المجتمع المكي وكذلك خدمة من يفدوا إلى هذه البلدة. يعني لو أردنا تبسيط كلمة، ربما كثير من يعني ممن يتابعونا، يعني البعض الكثير ربما يفهم تعظيم البلد الحرام، لكن البعض يريد كلمة تعظيم، يعني ما المقصود بكلمة تعظيم من خلال المبادرة؟ طبعا من خلال المبادرة هي تقديم الخدمات التي يحتاج إليها هذا الوافد الكريم بدون مقابل. كما ذكرت هو التعظيم هو الإجلال والتقديس، لكن أيضا هو يعني بأبسط صورها التطبيقية هو أن تقدم خدمات لضيوف الرحمن تسهم حقيقة مع مكانتهم ومع مكانة أيضا هذه البلدة. نعم، أيضا هؤلاء الشباب الذين يشاركون في هذه المبادرة، هل أي شاب من شباب مكة من الممكن أن يتطوع في هذه المبادرة، أم أن هناك شروط لهؤلاء الشباب؟ هو في الأصل المتاح للجميع، لكن عندما ننظر إلى مكانة كما ذكرت لك الوافد الكريم وهذا الضيف الكريم وهذه البلدة، فلا بد أن تكون هناك معايير وشروط يجب أن تتوافر في الشاب لكي يتاح له فرصة العمل في هذه البلدة الحرام، لأنه عملية أن تخدم هذا الحاج وهذا الوافد يحتاج إلى مواصفات معينة. إذا انطبقت الشروط في المجال مفتوح للجميع. يعني هناك عدة أنشطة يمكن ما لاحظناه هو ما يعني ودعانا الحديث حول هذا المشروع. الشباب، هناك من يرشد التأهين، هناك بعض الشباب يساعد في المسنين أو غيرهم، يعني ما هي أهم الأنشطة؟ طبعا المناشط أو المبادرات التي يقدمها البرنامج خدمة الطائفين، يقوم مجموعة من الشباب بتطويف وتسعية كبار السن والعجزة. يعني كما تعلمون أن بالذات في هذه الأيام في الحج يفد إلى المسجد الحرام، يعني الحجاج بعضهم كبير في السن لا يستطيع مع شدة الزحام أن يقوم بالطواف والسعي، فهؤلاء الشباب يقدمون هذه الخدمات مجانا دون مقابل وعلى مدى 24 ساعة. أيضا نشاط إرشاد التائهين، يقوم مجموعة من الشباب المدربين المؤهلين بإرشاد الحجاج التائهين وفق حقيقة ثلاثة طرق، إما بالتوجيه إذا كان المكان قريبا، أو بالمرافقة يسيرون مع هذا الحاج إلى مسكنه، أو إذا لزم الأمر يقومون بدفع قيمة إيصال هذا الشاب إلى سيارات الأجرة، يقوم طبعا يدفعها الشاب ثم يتم إيصال الحاج إلى مسكنه، يعني من بعض المخصصات الخاصة بالمشروع. نعم، مخصصات مالية مخصصة للحجاج لمساكنهم خارج المنطقة المركزية، يقوم الشاب أيضا عن طريق المشرف طبعا بآلية معينة بدفع تكاليف المشوار إلى سيارة الأجرة لإيصال هذا الحاج الوافد الكريم. يعني الهدف من ذلك هو تقديم كافة الخدمات لهؤلاء الحجاج بدون مقابل مجانا. أيضا من المناشط التي حقيقة يعمل فيها شباب، مجموعة من الشباب طلاب كلية الطب بجامعة أم القرى بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، خدمة الإسعافات الأولية داخل المسجد الحرام، يقدمون الخدمات الإسعافية لمن يحتاج إليها، يعني من يجتازون المسجد الحرام. النشاط الأول اللي ذكرته خدمة الطائفين طبعا بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إرشاد التائهين بالتعاون مع وزارة الحج. من المناشط أيضا التي يتم التعاون فيها مع قوات الطوارئ الخاصة نشاط التوعية بحق الطريق، يقوم أيضا مجموعة من الشباب بالتعاون مع رجال الأمن بتهيئة ممرات دخول وخروج من وإلى الحرم المكي الشريف، وكذلك تهيئة المصليات، مصليات الرجال ومصليات. طيب. أنا فقط حتى لنتجاوز هذه النقطة،
هل فقط جهودكم تقتصر على الشباب الموجودين في بعض الأماكن في الحرم أو غيره وبالزي الجاكيت أو الأسود هذا، أم أنه من الممكن الاتصال بكم عبر هاتف خط ساخن، أو كيف يصل الناس إليكم؟ طبعا تقديم الخدمات ليست مقتصرة فقط على المنطقة المركزية، هناك أنشطة سأذكرها لاحقا خارج المنطقة المركزية، على سبيل المثال رعاية الحجاج المنومين في المستشفيات. كل من يحتاج أن يتطوع مثلا أو يحتاج إلى خدمة يعني بإمكانه التواصل معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو زيارتنا في مقر الإدارة وتقديم ما يمكن أن يقدم له أو ما يحتاج إليه. نعم، يعني ربما أنت تحدثت عن الأنشطة التي تقدم للحجيج، يعني هؤلاء الشباب المشاركين في هذه المبادرة وهذه البرامج لابد أن هناك فائدة، هناك هدف تربوي من هذا العمل، ما أهم القيم يعني التي تهدفون لغرسها في هؤلاء الشباب؟ طبعا ما يميز البرنامج برنامج شباب مكة في خدمتك أنه يسير وفق طريقين متوازيين. الطريق الأول تقديم الخدمة لهذا الوافد الكريم، والطريق الثاني هو الاهتمام ببناء الشاب المكي، البناء القيمي الذي يتماشى مع المكانة التي يسكن لها. فكما تعلمون أن الوافد الكريم ربما يمكث شهر أقل أو أكثر من ذلك ثم يغادر إلى بلاده، هذا الشاب المكي هو الذي سيبقى في هذه البلدة، وهذه الحرمة حرمة يعني البلد الحرام مستمرة إلى قيام الساعة، فلا ينبغي إلى من يسكن هذه البلدة إلا أن يكون اتصف بمواصفات معينة. نسعى من خلال مشروع تعظيم البلد الحرام إلى بناء هذا الشاب المكي البناء القيمي الذي يتماشى مع هذا الشاب من خلال زرع قيم النخوة والشهامة، حب مساعدة الغير، كسر حاجز أن الشاب لا يستطيع أن يصل إلى المسجد الحرام في موسم الحج أو رمضان. هذه كلها القيم التي نسعى إلى أن ترسخ في مفهوم الشاب المكي حتى يعني يسهم في ضبط سلوك هذا الشاب بحيث أنه يصبح عامل بناء في هذا المجتمع. يعني دائما في الأعمال التطوعية وفي مثل هذه الأعمال لابد من أن هناك قصص وحكايات وربما طريفة ربما مؤثرة، أهم هذه القصص سيد فهد؟ طبعا القصص على نوعين، يعني هناك قصص تتعلق بالمستفيدين ولا يمكن حقيقة يعني أبلغ صورة أن نعبر عنها إلا تلك العبارات التي تسكب على خدي الحاج المستفيد، وبخاصة كبار السن عندما يأتون إلى المسجد الحرام ويجدون أن الخدمات تقدم مجانا دون مقابل، فلا يملك بعضهم نفسه إلا من خلال أن يسكب العبارات وأن تلهج ألسنتهم بالدعاء لهؤلاء الشباب وللقائمين على هذا المشروع. من المواقف التي يعني أذكرها في هذا المقام، كان هناك أحد العاملين في المشروع أصيب ابنه بمرض السرطان وتردد على المستشفيات يعالج هذا الابن، ف يعني تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه سألوه فأعطاهم، فقرر بعد انتهاء عمله من ورديته اليومية أن يقوم بتطويف وتسعية كبار السن من الحجاج والعمار، طبعا مجانا الخدمة تقدم. وعندما يسأله هذا الوافد الكريم كم قيمة الأجرة، يقول له الأجرة مجانا لكن أريد منك فقط أن تدعو لي ابني بالشفاء العاجل. أقل من سنة يقول ذهبت أراجع في المستشفى فقالوا لي أنت عالجت ابنك خارج المستشفى، قلت لهم لا، قالوا تماما من فضل الله سبحانه وتعالى شفي من مرض السرطان. وهناك حقيقة العديد من المواقف التي موجودة في الميدان. بعض هناك امرأة أيضا من الأشياء الطريفة خدمها الشاب فأصرت على إعطائه مبلغ من المال، وهو يرفض وهي تصر وهو يرفض، فقالت له أنا أعطيك شيئا ليس مال، أنا أريد أن أزوجك ابنتي على سنة الله ورسوله ما شاء الله. فحقيقة يعني هذه من المواقف الطريفة، والميدان حقيقة يعني مليء بكثير من التضحيات التي يقدمونها أيضا الشباب في الميدان. نعم، أيضا لكم برامج خاصة بالأطفال، برامج خاصة بالأحياء، برامج أقصد أحياء الأماكن، يعني أهم البرامج للأطفال. هناك برنامج مكي طبعا هو تابع أيضا لمشروع تعظيم البلد الحرام، يهتم طبعا رسالة المشروع التعظيم بشكل عام هي غرس ثقافة تعظيم البلد الحرام ونشرها أيضا في أوساط المجتمع المكي بمختلف الفئات. برنامج مكي طبعا هو يهتم بشريحة الأطفال من خلال أيضا برامج تقدم لهم من خلال بث فيهم قيمة التعظيم، بعض القيم أيضا من برامجهم مجلة مكي للأطفال، مجلة هادفة تقدم بعض الرسائل الهادفة، وبعض الأنشطة التي تقدم لهم في الأسواق أو في الحدائق والمنتزهات التي تسعى يعني تصب في تحقيق هدف تعظيم البلد الحرام. نعم،
مثل هذه المبادرات وهذا الجهد الشبابي لابد من دعم حكومي له. يعني كيف هو الدعم الحكومي من الإمارة ومن الإدارات وغيرها؟ طبعا لا شك هو ابتداء أنه هو واجب وطني. عندما يعني ندرك أن حكام هذه البلاد المباركة اتصفوا بلقب خادم الحرمين الشريفين أو خدمة الحرمين الشريفين، فلا ينبغي ابتداء إلى من يسكن هذه البلدة إلا أن يتماشى مع هذا اللقب، وجميع حقيقة من يسكن سواء في مكة أو خارج مكة يفترض أن يكونوا خدام وهو شرف الشريفين. وهو شرف. نعم لا شك في ذلك، خاصة إذا ما رجعنا بالتاريخ أنها كانت أيضا موجودة قبل الإسلام، الوفادة والرفادة. نعم كانوا يخدمون الحجيج. لا شك أن أمارة منطقة المكة المكرمة ممثلة في سمو أمير المنطقة وكذلك الجهات الحكومية بمختلف تخصصاتها هي تدعم هذا المشروع، مشروع تعظيم البلد الحرام. فعلى سبيل المثال طبعا إمارة المنطقة وكذلك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وزارة الحج، هيئة الهلال الأحمر السعودي، شرطة العاصمة المقدسة، إدارة المرور أيضا بالعاصمة المقدسة، الشؤون الصحية، أمانة العاصمة المقدسة. يعني ما أتذكر كل الجهات، لكن حقيقة ما من باب يطرق لأي جهة حكومية عن مشروع تعظيم البلد الحرام إلا ونجد الترحيب ونجد حقيقة كل الدعم، خاصة في أن المشروع يقدم رسالة كما ذكرت لك هي تختلف عن بقية الجمعيات التي تقدم هذه الجهات في أنها تعمل على مسارين تقديم الخدمة وكذلك بناء هذا الشاب، البناء القيمي. واتضح أيضا من خلال حقيقة يعني تم يعني التواصل مع بعض من أولياء الأمور حقيقة، وجاءوا إلى إدارة المشروع ليشكروهم على أن أبنائهم في الميدان لمسوا عليهم تغيير في سلوكياتهم. يعني عندما تجد هذا الشاب 16 17 سنة أو 18 سنة وتكسر لديه حاجز اعتياده للحرم في أوقات الزحام، تكسر لديه حاجز أن يقوم الشاب أيضا بخدمة هذا الوافد دون مقابل. يعني كم حقيقة من 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 الجهد ومن التعب الذي يبذل من هؤلاء الشباب في سبيل فقط أن يقدموا الخدمة مجانا. يعني أدركوا تماما خصائص هذا البلد الحرام، أدركوا قيمة هذا الوافد الكريم. كل هذه المعطيات جعلت هؤلاء الشباب يستمتعون بالعمل الذي يقدمونه في الموسم. وأيضا يعني هي رسالة كما ذكرت لك يفترض أن تكون رسالة وطنية قبل أن تكون رسالة مقتصرة على مشروع تعظيم البلد الحرام أو على أهل مكة بشكل خاص. يعني ربما كما قلت المستفيد الأكبر ربما هم الشباب، لأنهم في يعني في هذا الأمر يعني يتجهون من التوجيه النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير فيهم، وبالتالي فالشاب عندما يقوم بهذه الأعمال يعود مباشرة عليه معنويا ونفسيا وسلوكيا. ويعني أعتقد هذا مشروع كبير. تقريبا عدد الشباب المشاركين فيه هو تعليقا على الجزئية اللي ذكرتها قبل، عدد الشباب فعلا حقيقة يعني الشاب عندما يلمس أن هذا الوافد الكريم دعوته مستجابة وأن خدمة هؤلاء الحجيج يعني ينعكس على ماله وعلى أهله وعلى أسرته وعلى حقيقة يعني نسأل الله أن يجعله في موازين الحسنات الجميع. الشباب تقريبا في حدود 700 شاب ما شاء الله يقومون بالعمل على مدار 24 ساعة في مختلف التخصصات. كما ذكرت لك أنا جزء من الأنشطة، هناك أيضا نشاط عربات الإحسان لخدمة ضيوف الرحمن، إيصال كبار السن والعجزة بعربات الجولف من وإلى مناطق الحجز إلى الحرم طبعا الشريف. هناك أيضا نشاط رعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، يذهبون المستشفى ويتابعونه. طبعا بعض الحجاج لا يجيد العربية وربما يفقد ويتم تنويمه في المستشفى وأهله لا يعلمون عنه شيئا ولا يستطيع أن يتواصل مع أهله، فيقومون هؤلاء الشباب أيضا بزيارة الحجاج المنومين في المستشفيات، توفير ما يحتاجون إليه سواء من ملابس، سواء من اتصال بذويهم، سواء من بعض المعدات والمستلزمات الطبية، وهذا أيضا بالتعاون مع الشؤون الصحية ومع حقيقة المستشفيات الموجودة في العاصمة المقدسة. من المناشط أيضا مبادرون، هذا القسم يهتم بحقيقة تنظيم عملية التطوع في مكة المكرمة بالنسبة للفرقة التطوعية. هناك العديد من الإسهامات سواء من خلال أفراد أو من خلال مجموعات شبابية، جاء القسم هذا لينظم ويهذب حركة التطوع في مكة المكرمة من خلال وضع معايير معينة للمبادرات، من خلال دعم المبادرات، المشاركة في المبادرات. قبل في هذا الموسم حقيقة قام فريق من
دراج مكة تابع أيضا لقسم مبادرون قسم الشباب مكة التطوعي بتنفيذ عملية مع أمانة العاصمة المقدسة مع الإخوان في تقصد نشاط يعني نشاط طبعا في النظافة بتنظيف إحدى الحدائق في مكة المكرمة ليجعل هذه ثقافة أن الشباب يقومون بتنظيف الحدائق بأنفسهم. يعني ربما ونحن من جوار بيت الله الحرام ومن مكة المكرمة وهذه المبادرة وهذه المبادرات لكل شباب مكة فرصة من هذا البرنامج من الجزيرة المباشر كيف يمكن لمن يريد أن يلتحق بكم ليكون في شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام ومن أجل تعظيم البلد الحرام كيف يمكن لهؤلاء الشباب المشاركة معكم؟ ممكن المجال مفتوح كما ذكرت لمن تطبق عليه الشروط ممكن التواصل عن طريق التواصل معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو ممكن زيارتنا في الإدارة طبعا باستطاعة الشاب أيضا لا يلتزم بوقت كامل إذا كان متطوع إن استطاع إن أراد أن يتطوع لمدة ساعة نصف ساعة ساعتين بحسب إمكانية هذا الشاب في أي ساعة من الليل أو نهار المجال مفتوح وفق يعني آلية معينة يتم نزوله إلى الحرم يتم إعداد هؤلاء الشباب. نعم لا شك أن الشباب لدينا أصلا يأخذون دورات تدريبية في ثقافة تعظيم البلد الحرام ليدرك هذا الشاب خصائص هذه البلدة التي هو يسكن فيها وكذلك المستفيد من خلال دورة فن التعامل كيف يتعامل مع هذا الوافد الكريم وأيضا يعني بعض التنبيهات الإدارية والأمور التخصصية التي تتعلق بذات النشاط نفسه. يمكن أيضا جزئية مهمة وهي موضوع أنه النسك من غدا إن شاء الله بإذن الله يبدأ صعود الحجيج إلى منى ويوم التروية لبدء النسك وشعائر الحج. هل أنتم مشاركون في منى وعرفات ومزدلفة؟ طبعا نحن نقتصر على المنطقة المركزية نعم. وكذلك خارج المنطقة المركزية دون المشاعر المقدسة لكن لعله إن شاء الله في قادم المواسم بإذن الله تجدون أن شباب مكة أيضا مشاركون في تقديم الخدمات للحجاج في المشاعر المقدسة. يعني ربما يعني هذه المبادرة لها هدف هو تعظيم البلد الحرام فهل من رسالة إلى كل المسلمين القادمين إلى مكة في نهاية هذا اللقاء؟ طبعا هو الجميع حقيقة من يفد إلى هذه البلدة الحرام يجب أن يدرك قيمة هذه البلدة سواء وافد أو سواء من يسكن إليها ونتمنى حقيقة من الحجاج الوافدين أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها سواء الجهات الحكومية أو الجهات الخيرية ويعني وأتحدث شخصيا عن ما يقدمه مشروع تعظيم البلدة الحرام من الخدمات التي يحتاج إليها هذا الوفد الكريم وبخاصة كبار السن والعجزة فتطويف السعي مجانا أيضا شباب مكة يقدمونه إرشاد التائهين مجانا يقدمونه شباب مكة حتى لو لزم الأمر كما ذكرت لك إلى دفع قيمة الأجرة كذلك الإسعافات الأولية كذلك التوصيل جميع الخدمات. هناك أيضا من المناشط التي يفخر المشروع بتقديمها الاحتفاء بالوفد الكريم كان حقيقة بالتعاون مع وزارة الحج استقبال للحجاج وأول وفد دخل إلى مكة المكرمة في موسم هذا الحج من خلال هل لكم في يعني في المدينة المنورة نظراء يعني وشباب هناك مبادرات أخرى؟ لا شك أن يعني أعتقد مناطق المملكة جميعها يعني نعم كل منطقة لها مبادرات تختص فيها. نحن استقبلناهم في من خلال المخيم وقدمت لهم بعض الهدايا وبعض البرامج الثقافية. أيضا من المناشط التي يفخر حقيقة مشروع تعظيم بلد الحرام يعني صحة التسمية بإعادة كتابة التاريخ من جديد فيما يتعلق باستضافة الحجاج نعم. الوافدين هناك مبادرة ضيف الرحمن غالي أو ضيف الرحمن هذه مبادرة جديدة هذه يعني من سنوات حقيقة يقدمها المشروع بالتنسيق مع أهالي الأحياء في مكة المكرمة يقومون تقوم الأسر باستضافة الحجاج في منازلهم نعم وتقديم الضيافة المكية والاحتفاء بالحجاج في في منازل الأسر المكية وهناك حقيقة يعني تنافس كثير جدا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أصبحت ثقافة موجودة وثقافة ليست بجديدة كما ذكرت لك هي موجودة من قبل الإسلام لكن أصبحت ثقافة عند من يسكن هذه البلدة بالذات في موسم الحج وفي يقومون بالتسابق على استضافة هذا الوافد الكريم لأن يشعرون بأهمية ومكانة هذا الحج. ربما يعني نقطة يعني قبل أن نختم لأنك أشرت إلى غرس هذه المبادئ هل من الممكن أن يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والمدارس لغرس هذه القيم في شباب المدارس سواء في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية أو الثانوية؟ طبعا هو في تعاون حقيقة مشكور بين إدارة التعليم في مكة المكرمة وفي أيضا بين مشروع تعظيم البلد الحرام
أن هناك في المناهج التي تدرس أيضا للطلاب توجد بعض المواد التي تتعلق بتعظيم البلد الحرام. كما ذكرت لك التعظيم هي رسالة لا تقتصر فقط على أهل مكة فقط، ويفترض أنه الجميع من يسكن في هذه البلد الحرام. هناك تعاون قائم جدا أيضا من خلال العديد من المبادرات مع إدارة التعليم في مكة المكرمة، سواء في المدارس، مسابقة الحي المعظم، ونسأل الله القبول إن شاء الله بإذن الله. وشكرا لكم على هذا العمل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله. سيد فهد الشريف من مشروع تعظيم البلد الحرام ومن برنامج شباب مكة، شكرا جزيلا على وجودك معنا. مشاهدينا الكرام، دائما نلتقيكم على خير، ودائما من رحاب مكة الطاهرة البلد الحرام. وفي يوم الجمعة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ويتقبل من الحجيج، وأن يحفظ الحجيج، وأن نراكم بإذن الله في نوافذ أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.